أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والله إننا نحبكم معشر العلماء، وندعو لكم في ظهر الغيب بالتوفيق، ونذب عن أعراضكم، ونذكركم عند الناس بما أنتم أهله أهل. لا يخفى عليكم صاحب الفضيلة ما يواجهه إخواننا الأفغان على أيدي الكفرة، وأقل ما نقدمه لهم في هذه البلاد الآمنة المطمئنة الدعاء لهم في قنوت النوازل، ونحن معشر أئمة المساجد لم يأتنا إذن بالقنوت، فهل إذا لم تكن هذه من النوازل فكيف تكون النوازل وما هي ضوابطها؟ أفتون مأجورين. ارفع السؤال إلى دار الإفتاء، ارفعه إلى دار الإفتاء ويتنظر فيه. وأما القنوت أنت ما منعت من الدعاء للمسلمين، لا للأفغان ولا غير، ادع لهم، ما منعت من هذا، ادع لهم في قنوتك في الوتر، ادع لهم في صلاة الليل، ما منع المسلمون من الدعاء لإخوانهم أبدا. من اللي يقول هذا؟ ادعوا للمسلمين واجتهدوا في الدعاء، وادعوا على الكفار والحوا في الدعاء، ما منع أحد من هذا. ما مسألة القنوت؟ هذه مسألة اجتهادية وتحتاج إلى فتوى، يرجع فيها إلى أهل الفتوى. يمكن أنك ترفع هذا السؤال لدار الإفتاء. نعم.